نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معرض البحرين الدولي للطيران 2022، وذلك في قاعدة الأسخير الجوية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بمملكة البحرين وضيوف البلاد المشاركين في المعرض. وقد أكد سموه حفظه الله تركيز الجهود كأولوية نحو مواصلة تطوير القطاعات الواعدة التي تحقق إضافة نوعية للتنمية الاقتصادية، وذلك تجسيدا لرؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الدفع بمختلف المسارات مسارات التنمية بما يعزز من تنافسية مملكة البحرين، لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تحقق النجاح والتميز في العديد من المجالات بفضل ما تمتلكه من مقومات جاذبة وفي مقدمتها الكوادر الوطنية التي تنظر دائما إلى الإبداع والابتكار كأهداف لمخرجات عملها. السلام الوطني، وأشار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أن مملكة البحرين وعبر مسيرتها الممتدة في صناعة المعارض والمؤتمرات تمكنت من استقطاب العديد من الفعاليات الكبرى، مؤكدا سموه أن مواصلة المملكة احتضان المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة يؤكد مضيها في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها المنشودة على كافة الصعد، ومنها تعزيز مكانتها كوجهة للمعارض والمؤتمرات العالمية. وأشار سموه بالنجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران عبر مسيرته الممتدة لعشر سنوات كوجهة حيوية هامة في مجال صناعة الطيران، وما يشهده من تطور دائم ومستمر يعكس نجاح الجهود التي يبذلها سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، منوها سموه بما يشهده المعرض من مشاركة دولية واسعة أكدت على ما حققه من سمعة على صعيد المعارض الدولية المتخصصة في مجال الطيران. وقد قام سموه حفظه الله بجولة في المعرض وزار أجنحة الدول المشاركة، حيث اطلع سموه خلالها على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم صناعة الطائرات العسكرية والمدنية من مختلف دول العالم، منوها سموه بتنامي المشاركة في المعرض وقدرته على استقطاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران. كما قام سموه بزيارة إلى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واطلع على ما ضمه من عرض يعكس اهتمام الدولة الشقيقة بصناعة الطيران، مشيدا سموه بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من تطور ونمو، وما يعكسه حرصها على المشاركة في هذا المعرض وغيره من الفعاليات المقامة في المملكة من تنامي التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وفي ختام الجولة أكد سموه على الأهمية التي يشكلها معرض البحرين الدولي للطيران ضمن الفعاليات العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين لما يوفره من منصة لكافة المستثمرين والمعنيين بصناعة الطيران محليا ودوليا، موجها سموه الشكر والتقدير لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية التي ساهمت في تنظيم المعرض ليكون بهذه الصورة المشرفة.